أهلاً. تقريبا حتى اقرب الصوره للمشاهد الذي يرغب في فهم طريقه اقتطاع الضريبه على الدخل الاجمالي. هي تقريبا تشبه طريقه يعني فرض تعرفه صون الغاز يعني الكهرباء، فهي يعني تزداد تدريجيا مع زياده الاجور، علما انه حتى اكون تقني واوضح كلامي، ان الاجور تحسب بناء على الضرائب او معدلات الضرائب التصاعديه يعني بمده سنه، يعني يقولون بانه يخلص يعني 200 مليون 300 مليون، يعني ما يتكلموش عن الاجر. انا احاول ان اقرب يعني استاذ عبد الرحمن الحسابات حتى تتضح الصوره اكثر.